وبالعودة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيطاليا، ينضم إلينا من روما مراسل الغد محمد الغزو. محمد، أهم الملفات التي يناقشها الكاظمي في روما؟ نعم، ناقش الملفات الثنائية ما بين البلدين من علاقات اقتصادية ومن الدور الإيطالي، كون إيطاليا الآن هي من تتولى دور القيادة لحلف الناتو ل4000 عنصر موجودين في العراق يقومون بمهام لوجستية وتدريب للقوات العراقية، ومن أجل أيضا ضمان عدم عودة داعش على الأرض وإمكانية تموضعها من جديد. لذلك كانت المباحثات مقتضبة ما بين رئيس الوزراء العراقي وما بين رئيس الوزراء الإيطالي، وكانت مقابلة قصيرة، ومن ثم الآن خرج رئيس الوزراء العراقي بطريقه إلى لقاء بابا الفاتيكان البابا فرانسيس من أجل أيضا إجراء مباحثات في الفاتيكان حول ما وصل إليه العلاقات الثنائية وإمكانية التنسيق ما بين إيطاليا من جهة والفاتيكان وما بين العراق من جهة أخرى في عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية داعش من جديد، وبذل كافة الجهود بالتنسيق مع أصدقاء العراق ولا سيما الفاتيكان وروما. طيب محمد، نعم، هذا ربما ما طرح في لقاء دراغي والكاظمي، ولكن الجانب الإيطالي هل أبدى نية لتلبية هذه المطالب العراقية؟ نعم، بالتأكيد هناك وكيل وزارة الخارجية لقد تحدثت معه وقال بأن إيطاليا دائما حاضرة من أجل تدريب القوات العراقية، تقوية العلاقات مع العراق. العراق الآن يشهد نسبيا حالة من الاستقرار الأمني. هناك بعض الملفات التي يحاول الجانبان تقريب وجهات النظر فيما بينهما، ولكن أساس العلاقات هي أساس متين، أساس يمكن البناء عليه لتطوير العلاقات الاقتصادية كما فعلت إيطاليا مع ليبيا. هنا نعم محمد حسين. بقي السؤال الكبير، ماذا تريد روما من بغداد مقابل الدعم الإيطالي للعراق؟ نعم، بالتحديد إيطاليا تتطلع إلى وجود شركاتها في العراق. أنت تعلم وجميع المشاهدين يعلمون بأن العراق الآن بحاجة إلى الكثير من الخدمات. العراق ما زال يحتاج إلى تطوير البنية التحتية، ما زال إلى تطوير بحاجة إلى تطوير أيضا قطاع الخدمات. لذلك الشركات الإيطالية من الشركات الرائدة على مستوى العالم في الطرقات والخدمات والخدمات اللوجستية، لذلك تطمع بشكل خاص دعنا نقول الشركات الإيطالية بدخول السوق العراقي. لذلك تحاول الحكومة العراقية تأطير هذه العلاقة مع الحكومة، الحكومة الإيطالية تحاول تأطير هذه العلاقة مع الحكومة العراقية من خلال اتفاقيات قانونية تنظم هذا العمل وتنظم دخول الشركات الإيطالية إلى السوق العراقية الواعدة بالنسبة للشركات الإيطالية، حيث أن البلاد تعرضت لحرب وتعرضت لاقتتال داخلي ولعدم الاستقرار والأمن لعشرات السنين، أكثر من 20 عاما. لذلك الآن تعتقد إيطاليا بأن العراق من الضروري أن يدخل إلى مرحلة البناء ومرحلة التطوير ومرحلة إعادة بناء ما دمره الحرب، ولذلك إيطاليا تتطلع إلى أن تفوز بعقود تطويرية لقطاع الخدمات ولقطاع البنى التحتية بشكل عام في العراق. محمد الغزو مراسل الغد، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك.